من أنت؟ من أنت أيها الوقع؟ من أين أتيت؟ فالإسلام لم يخلق لنا إنسانا مثلك. لكن سيد، أين أنت من الإسلام؟ بنت، متى كانت آخر مرة سمعت فيها أن كافرا قتل كافر، أو كافر جرح بكلامه كافر، أو سرق شيئا منه؟ لكن أصبحنا نرى، أصبحنا نسمع بأن مسلما قتل مسلم، جرح بكلامه مسلم. هل الرسول نبينا أو نبيهم؟ هل الإسلام ديننا أو دينهم؟ إلى أين الممفر من قوم أصبح سفك الدماء مثل شرب الماء؟ في قوم يمر على طفل في عمره 10 سنوات أصلع. أتعرفون لماذا هو أصلع؟ أتعرفون لماذا ليس لديه شعر؟ لأن الكيماوي أخذه. بل أنت حتى تقول له سوف أحضر لك شعرا مستعار. هل تعرف كم يوم في الأسبوع يذهب إلى الكيماوي اللعين؟ أيها اللعين، الله سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة ليوم القيامة، إما أن يعاقب إما أن يغفر، لكن من الظالمين لا وألف لا. فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسي أن يقتص من الظالم قبل موتي ممارة ببلاء بسوء خاتمة. وعزتي وجلال لأصعدك ولو بعد حين. دعوة الظالم لا ترد. فيا أخي، فيا أختاه، اجتنبوا الظلم فهو ظلمات يوم القيامة.